عليكم. لماذا ركبوا هاد الساعة الحائطية؟ هي تروتي. اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي نركبوها وغادي نتبعو هاد المراحل كاملة. المهم الساعة كتجي في الكرتونة بحال هادي، المحتويات ديالها باينين، كتجي في عدة أشكال. أنا اختاريت هاد الشكل هذا اللي هو ذهبي. هذه الماكينة ديالها، هذه الساقة ديالها اللي كتلصق فيها وكتشد في الحيط، وهادو العقارب ديالها. كاين جوج عقارب، كاين عقرب كبير ديال الدقائق، وكاين عقرب صغير اللي هو ديال الساعات. هادشي اللي كيجي معاها. وهذه هي القاعدة باش غادي نخدمو، كاين الطول شحال بغينا نديرها، واش طويلة على حسب الحجم اللي عندك نتا في الدار، اللي عندك في الحيط، شحال المساحة، شحال البلاصة اللي بغيتي فيها خاوية، 20 سنتيم، 35، المهم على حسب العبارة. غادي نشوفو كلشي في الفيديو، تبع معنا الفيديو حتى لاخر ان شاء الله وغادي نشرحو كلشي. السلام عليكم. ها حنا من بعد ما لصقنا هذا اللي بنا كل وحده في البلاصه ديالها، هذه 8 و 8 اللي حاجه لصقنا كما كيفاش كيبان. دابا غادي نلصقهم في هاد البلاصه الخاوي في الحائط هنايا في هاد البلاصه ان شاء الله. تبعوا معنا الشرح. الناس كيسولوا على الحجرة ولا البطارية، هكا كنديروها هنايا، كنحلو هادي من بلاصتها بحال هكا، حيت هادي كتفيكسا في الحيط بحال هكا، باش كتكون لاصقة هادي في الخيط. حنا كنجرو غير هادي، باش كتجبد كتبقى العلاقة ديالها فين كتلصق. هنا فين كاينة الماكينة، هنا فين غادي نركبو البطارية ديالها. دابا هي حنا كن هي فين خدامة، وطبيعة الحال هنا ملي كتريقل وهاد الملاحظة في هاد القاعدة هادي. دابا إلا بغيت أنا نديرو كل رقم في البلاصة ديالو، عاتينا هاد العبر هادي باش كنبين عبر. كاين واحد هاد شوية الفراغ هنا فاش كندير بحال هكا، يعني حتى كنقادو مع 12 نيشان، عاد كنحط الرقم ديالي فين ما بغيت في العبر ولا البعد اللي بغيت. ضروري تركزوا على هاد النقطة هادي مهمة. أول حاجة غادي نشوفو البلاصة فين غادي نصورو. دابا هنا الوسط ديال الحيط عندي هو هدا، القاعدة غادي نستقى هي الأولى هنا. نحاول نديرها في الوسط مزيان، حتى كتشد، حتى شدات مزيان، من بعد كنلصق الماكينة. كنحاول ديما البطارية تكون من التحت. قلت لك الا خبط البطاري من عاد بدلها جبد غير هاد. حلو واحد
ناخدو هاد القاعدة اللي عطاونا اخواننا نشد انا العبارة ديالي شحال بغيت ندير الارقام هنا ولا ندير الارقام هنا ولا ندير الارقام هنا. المهم نصيحة، اول حاجة قبل ما تشد العبارة غادي نشد هاد العقارين، غادي نشوف اكبر عقرب هو الاول ناخد بيه العبارة، هاد العقرب غيوصل ليا تالم، يعني انا المؤشر خصني نديرو من هنا للفوق باش هدا يكون قريب عليا ميزيدش تحت منو، باش يدي واحد الجنب ليا للساعة. صافي دابا عندي شحال غادي نشد العبارة، عندي شحال تقريبا 30 سنتيم، شوية 33 تال تقريبا بحال هكا، بحال 32 33. اول حاجه غادي نبداو بهذا ديال الزير، هذا غادي نبداو بال 12 هنا 30 سنتيم ديال السق، هذاك غادي نلصق اللي هو هذا اول رقم ديال السق هنا، الاخر حدا يعني كذلك تا وحدة بعد ما لصقنا هذه ديال 12 لصقنا هذه ديال 6 ولصقنا هذه ديال 3 كنشوفو غادي نزيد لصق اخر حداه تما، لصق اخر ديال 9 كيما كنعاود بعد ما لصقنا 12 3 و 6 و 9 دابا غادي نلصقو السوايع الاخرين اللي هما عندنا هادوك الكبار عليهم شوية كيما كان قالت القاعدة هي اللولى، كنوقف مزيان كنجينا عند واحد الحالة كونت هذا نتاعو ديال الجوج تاع هي كذلك، نعاود نقلب القاعدة ديما القاعدة ديما، نجي لليد الربعة، الجيل تاع السبعة
اخر واحد ليه هو ديال 11. كنقولوا كملنا الترقيم، دابا غادي نركبو العقارب. غادي نبداو بالعقرب الصغير اللي هو ديال الساعة، هنا 12 نيشان، وكنورك واحد شوية مزيان باش يشد بلاصتو بحال هكا. هو راه شاد مزيان بلاصتو. كنزيد ديال دقائق، هذا كيتيكسا بعد ما تلفت ديالو. كيشد بلاصتو. زعما عندك مشكل دابا واخا قادي تهون فيديو. دابا كنشوف شحال في الساعة وكنحققها. دابا نشوف كاين شحال في الساعة. هادي 11:55 ديال الليل. شنو غادي ندير؟ غادي نرجع شوية هاد اللور. غادي نزيدو الشعار ديالنا، غادي نديرو هنا هو التايم. غادي نبدا بالحرف كذا نكونو كملنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الشرح، وما تنسوناش بالاعجاب والتعليق الجميل ديالكم، وما تنسوا تشتركوا راه اكثريه كيتفرجوا في الفيديوهات ديالنا واشتركوا في القناه. وشكرا لكم والسلام عليكم.